النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نزل منزلا، يعني أي منزل ينزل فيه الإنسان، سواء في غابة، في جبل، في بحر، في بيت. نعم. صلى الله عليه وسلم قال: من شو غلاها تحميك كشاء دقيق شخينا تخولي لي لم نشخولي لي من خميك كشاء دقيق شخينا. ماذا يقول؟ يقول دعاء مختصر. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني يقول هذا الدعاء. إذا قال هذا الدعاء لا يضره شيء، لا من البشر ولا من الجن ولا من الحياة، العقارب، الحيوانات. نعم. خلي لي أدمغ دوش توزيع يا جنشا دوش توزيع يا تعاقر ويشا دوش توزيع.